الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بالفتح والضم والكسر. فأنا عاوز الموضع التالي من قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، اسم السورة والآية اللي جت فيها. معرفش تقري، قولي لي أولها. اقري، ما تقريليش كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طب ما الموضع الأول في دي سؤالي سورة؟ إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. طيب في غيرهم؟ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لفظ لطيف جه في القرآن 4 مرات. قولي لي الآيات اللي وردت فيها لفظ لطيف. اسم السورة. لا انا عاوز تقري لي كده من اول البقره وانت طالع كده جيبهم لي بالرص كده. خلاص قولي. اقرا من اول ايه؟ قري لي اللي وقعت فيها من اول ايه؟ لا ما هدي لي اللفظ نفسه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أدي واحد. تاني. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. غيري كمان الثالث. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. الرابع. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كذلك نجزي المحسنين. جت في كم سورة في القرآن؟ وقولي الآية اللي جت فيها. سورة ايه؟ قولي وإليه. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يلا يا استاذ.